ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الشرق أوسطية تنضم إلينا الصحفية ليلاف قجو. صباح الخير ليلاف. صباح الخير لك إسماعيل وللمشاهدين. ليلاف، يعني زيارات مكوكية للمبعوث الأمريكي للمنطقة على وقع تصعيد بات يهدد بانفجار الأوضاع أو بحرب إقليمية، اليوم كيف تقرأ زيارة هوكستين إلى المنطقة؟ دعني أبدأ بأحدث يعني خبر تفضل. أو هو استطلاع رأي نشرته القناة 12 الإسرائيلية بأنه 67% من الإسرائيليين يعتقدون بأن إسرائيل تستطيع الانتصار على حزب الله فيما إذا قامت حرب. هذه فقط يعني بداية للحديث المتصاعد عن إمكانية أن يكون هناك حرب أشمل أوسع في المنطقة، كما وصفتها إسماعيل ووصف إعلاميا بأنه زيارات آموس هوكشتاين المبعوث الأمريكي إلى المنطقة وصفت بالمكوكية، تزايدت في الفترة الأخيرة على وقع التصعيد ونذر حرب إقليمية في المنطقة. مثلا الاثنين توجه إلى إسرائيل صباح الثلاثاء، حمل الرسائل الإسرائيلية إلى لبنان وليعرف الرد اللبناني، مساء الثلاثاء عاد إلى إسرائيل. طبعا آموس هوكشتاين التقى بمسؤولين لبنانيين وكان في اهتمام يعني أمريكي بحسب يعني ما نقلته وسائل إعلامية بلقاء هوكشتاين بقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، وأيضا التقى هوكشتاين مع عدة مسؤولين في إسرائيل من وزير الدفاع إلى هيئة الأركان إلى بنيامين نتنياهو الرئيس الإسرائيلي وحتى قادة المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس. حمل هذه الرسائل، وعلى ما يبدو بأنه أيضا إسرائيل حملت رسائل تهديدية إلى لبنان وأن إسرائيل لن تكون صامتة إزاء التصعيد المتزايد من قبل حزب الله. وأيضا يعني هوكشتاين نقل ما يعتقد أو ما يرى بأنه حزب الله يرفض يعني ما يسمى وحدة الساحات أو فصل وحدة الساحات، هو يتماهى بهذه الوحدة. وشفنا الخطاب الأخير لحسن نصر الله يعني اللي ذكر فيها عدة نقاط وكيف صمدت جبهته الجبهة الجنوبية في لبنان لمدة 8 أشهر وما يلحق بخسائر مثلا في إسرائيل، وأيضا أنه مجمل الخسائر التي تحدث في صفوف حزب الله تزيد حزب الله أسرار وعزيمة. ولكن بالمحصلة إسماعيل، بعض المصادر أو يعني وسائل الإعلام يقال بأنه هوكشتاين قال بأنه هذه الوساطة فشلت وهذه هي الزيارة الأخيرة لآموس هوكشتاين إلى المنطقة، لأنه عمليا الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في السياق الانتخابي. اليوم الأمر متروك لجميع الاحتمالات ومتروك لحزب الله وإسرائيل. نعرف يعني حتى كنت بحديث سابق معك إسماعيل بأنه المسؤولين العسكريين الإسرائيليين قالوا بأنه وصلنا إلى نقطة اتخاذ القرار، سينتقل الجيش الإسرائيلي من نقطة الدفاع إلى نقطة الهجوم. وشفنا التصريح الأخير لرئيس الخارجية الإسرائيلي الذي قال بأنه تمت المصادقة على خطط الحرب على لبنان، وحتى كان في يعني اجتماع للجبهة الشمالية للجيش الإسرائيلي تم تقييم الوضع والمصادقة على الخطط، ولكن بانتظار لحظة هذه الحرب وإذا ما كان من الممكن أن يكون هناك حرب شاملة مدمرة للبنان في تهديدات مستمرة وفي محاولة لتذكير اللبنانيين من قبل الإسرائيليين من أنه أي حرب ستكون هي بسبب حزب الله وستدمر لبنان والمنطقة أيضا. طيب يعني ليلاف، ما هي الخطة الأمريكية للتهدئة بين حزب الله وإسرائيل؟ الخطة الأمريكية كما قلنا يعني في البداية أو كما أشرت في البداية أنه كان في تركيز أمريكي على شخصية العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني. قبل أن أتطرق لهذه النقطة كنت قد غفلت عن هذه النقطة أيضا بأنه بلقاء آموس هوكشتاين يعني قائد الأركان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي هارتسي هالفي قال بأنه ليس من الواضح الخطة الإسرائيلية وما هي الخطوة القادمة، وأيضا لا يعتقد بأنه حزب الله سيوقف إطلاق النار والاستهدافات للحدود الشمالية لإسرائيل إذا لم يتوقف القتال في غزة. بالنسبة للخطة الأمريكية
الخطة الأمريكية تتمحور حول أن تعيد أو توزع أو تنشر الجيش اللبناني على الحدود بالقرب من إسرائيل، مع الإبقاء على قوة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة بدلا من حزب الله، وأيضا أن يعني تقوي وتعزز الجيش اللبناني. لذلك ذكرنا التركيز على شخصية جوزيف عون، لأنه بحسب اليوم مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية يرون بأن واشنطن ترى بأن هذه الشخصية لها شعبية في لبنان، هي مفتاح أي ترتيب قادم في محاولة لنقل الجيش اللبناني من الشمال إلى الجنوب، تعزيز الجيش اللبناني، دور الجيش اللبناني، تدريبه وتزويده بالمعدات. لكن كل هذه الخطة لا يمكن أن تحدث إلا إذا تم وقف القتال في غزة، وعلى ما يبدو بأن هذه النقطة لن تحدث، وعلى ما يبدو بأن حسن نصر الله لن يوقف إطلاق النار إذا لم يتم وقف إطلاق القتال أو لم يوقف القتال في غزة. كما قلنا أمس هاكشتاين قبل قليل، هو لا يعتقد بأنه يعني حزب الله يريد فصل الساحات في هذه المرحلة أيضا، هو طيب يلتزم بهذه الخطة أو نعم. هذه النقطة. طيب ليلاف، يعني إسرائيليا كيف تقرأ يعني أو يتم قراءة تحركات هاكشتاين في المنطقة؟ يعني دعني فقط أعيد النقاط الأساسية، بأنه حزب الله اتخذ قرار، عفوا إسرائيل اتخذ القرار الحديث عن المصادقة على خطط للحرب، بأنه انتقل من نقطة الدفاع إلى نقطة الهجوم. هناك ترتيبات معينة بالنسبة للجيش الإسرائيلي. قبل أن يتوجه أمس هاكشتاين إلى إسرائيل يوم الاثنين، خرج المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري عبر وسائل إعلام أجنبية ليطلق بعض الرسائل، وأنه ما يفعله حزب لا يدفع إلى التصعيد بشكل أوسع، ممكن أن يؤدي إلى حرب مدمرة للبنان والمنطقة بأكملها، وكأنه هي رسالة أيضا للمنطقة في محاولة للدفع إلى الضغط على حزب الله لوقف ما يحصل من ازدياد أعمال عدائية، لأنه واشنطن قلقة من هذه النقطة. يعني كانت هذه الرسائل قبل أن يقدم أموس هاكشتاين إلى إسرائيل، وقال يعني أو عفوا الصحف الإسرائيلية أو المحللين الإسرائيليين يقولون بأنه القلق الأمريكي، يعني لأنه كل الاحتمالات واردة، ولكن هي ليست قلقة من أنه حزب الله هو من يتخذ قرار الحرب، بل إسرائيل. لذلك ستكون الضغوط أو التوجيهات بشكل أكبر متوجهة نحو إسرائيل وليس حزب الله. وشفنا حزب الله أو الأمين العام لحسن نصر الله لجماعة حزب الله يعني قد قال في خطابه أمس بأنه حزب الله لا يريد حرب مع إسرائيل، وخطابه كله بحسب مراقبين جاء هو يعني خطاب حرب نفسية ورادعة أيضا لإسرائيل. شفنا عملية الهدهد اللي صارت والمسيرة اللي دخلت لإسرائيل وصورت ميناء حيفا، صورت مناطق سكنية مأهولة بأكثر من 260 أو 70 ألف إسرائيلي، وكأنه هي رسالة لإسرائيل بأنه صحيح سيكون هناك حرب مدمرة في لبنان وبشكل كبير، ولكن أيضا بالنسبة لإسرائيل سيكون هناك حرب مدمرة بشكل أكبر أو بشكل كبير أيضا، سيكون تكلفة البشرية عالية. لذلك تبقى الرسائل ضمن رسائل رادعة والرسائل النفسية، ولا ننسى العامل الإيراني، هل يرغب بأن تندلع حرب في لبنان، وخاصة بأنه حزب الله يعني هو خط الدفاع الأول كما يقال بحسب مراقبين عن إيران. طيب ليلاف، قلت رسائل ردع قبل قليل، اليوم ما هي العلاقة يعني بهذا التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، أيضا بتصريحات نتنياهو عن الأسلحة الأمريكية؟ خرج بنيامين نتنياهو، وفعلا هي نقطة مهمة، بنيامين نتنياهو بمقطع فيديو مصور باللغة الإنجليزية تحدث عن لقائه الأخير مع بلينكين أو زيارة بلينكين الأخيرة، والحوار ما قال عنه حوار صريح بين نتنياهو وبلينكين، وأنه يقدر ويثمن المساعدة والدعم الأمريكي خلال فترة الحرب، ولكن أيضا وجه انتقادات بشأن الأسلحة، ووجه انتقادات الإدارة الأمريكية لحجب الأسلحة والدخائر عن إسرائيل مؤخرا في الأشهر القليلة الماضية.
أما بلينكين بحسب نتنياهو رد عليه بأنه في يعني محاولات حثيثة ليلا والنهار من قبل الإدارة الأمريكية لإزالة هذه العقبات، وبلينكين يأمل بأن تصل الإدارة الأمريكية لهذه النقطة، ووجه رسالة مفادها بأنه أشار للحرب العالمية الثانية وما طلبه تشرشل من الولايات المتحدة الأمريكية بتزويده بالأسلحة وسيقوم بالمهمة هنا. قال نتنياهو لتزودنا الولايات المتحدة الأمريكية بالأسلحة وسنقوم بالمهمة بشكل أسرع، ولكني دعني أشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية صبرت كثير على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة، وإلى الآن لم تحقق أي من أهدافها ولم تقضي على حماس. لذلك هناك العديد ممن يربط ببدء الحرب في الجنوب اللبناني بين حزب الله وإسرائيل بمسألة التسليح الأمريكي. إلى الآن لا يوجد ضوء أخضر أمريكي، هل ستسلح الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بحربها ضد حزب الله كما سلحت إسرائيل في حربها ضد حماس؟ الوضع مختلف، حماس غير إسرائيل، ليس فقط في هذه النقطة. يعني دعني أشير قبل أن ننهي كلامنا، وبعرف أني طولت إسماعيل، في محاولات نشر إسرائيلية أيضا تأتي في نطاق الردع والحرب النفسية بأنه هي تعلم أين مكان حزب الله وتستطيع اغتياله، لكن هذا سيثير موجة انتقاد كبيرة ضد إسرائيل إذا حدث ذلك، سيثير موجة انتقام عالية. كل يقال بأنه كل في محاولات تسريب المعلومات أو العملية الاستخباراتية، نعم العملية الاستخباراتية الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تتعرض للخطر، وغير الانتقاد الدولي والأمريكي. لذلك يقال بأنه عمليا يعني الحرب في بين إسرائيل وحزب الله وحرب شاملة في لبنان وفي المنطقة تعتمد على عدة عوامل: التسليح الأمريكي، الموافقة الأمريكية، الموقف الدولي، وأيضا بأنه يعني إسرائيل ستكون أيضا خاسرة من حيث التكلفة البشرية والبنية التحتية. صحيح ستدمر لبنان، ولكن أيضا سيكون هناك دمار هائل في إسرائيل، وهذا ما يحاول حزب الله أن يوصله لإسرائيل من خلال بأنه هو طور من أنظمة أسلحته، هو يستطيع أن يخترق إسرائيل. لكن لا ننسى بأن القوة العسكرية المتطورة لإسرائيل، وإسرائيل لديها طائرات حربية ليست لدى حزب الله. الصحفية ليلى قجو، جزيل الشكر على كل هذه الآراء والتحليلات.